السلام عليكم، مساء سعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هاي الحديث يتعلق برمضان، أي قال معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوم ليالي رمضان أرجيز أنت تنفال لوجه الله الكريم، هن لا يستغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب الناس. ما كان يقوم أي تصلى نوافل سوش ينام ويصدار يغزر سنة ركعات نغقوز نغصديست نغتامت نغمراوت نغطناش آل عشرين ومشكلنا مكان يخوي الزرس سوى يزولت وحدات سوى يزولت ختم سجيدة غيك الناس كي تيسر سوى يقرقاز سوى يقتمغارت هن خير قتنا هن لا جري لا بهر الناس والناء تنفل نديد رمضان خصوصا مراود اللي قرين غيلة حتي غيلة دي مراود اللي قرانتين لنغود مون غيلة يكتل النبي صلى الله عليه وسلم يغيكش من مراود اللي قرانين يستبقى سنس أدي سنكاتو مغارين إني سنكرام نكرام نكرام تنتي سنكر سربح. كذلك يوجب بنادم أيتيقن يتيقن أنت التروان سوش كنا موفان هان رمضان وبدأي اللي هان الخيراتين وبدأ والبدأي وقي نعم ودكي تطلين غن النوافل قال مقصود هان النوافل ولا تقن فايت خلوانا يتهضن مثل الفرائض وانه يزور نسموش تظلون رمضان غلوق نسنت ماني كسرين يتنفل ليض هن بنادمي غيف توس النوافل لف الفرائض زندوقا ولي صداقني في التامر واسني تظهرن إن الله إن ربي تبارك وتعالى غير حديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه إن ربي تبارك وتعالى غير حديث القدسي هاني غير يسمقين ودسري قرب أدسري قرب سغي اللي في الأصفر دغدين ربي تبارك وتعالى اغتظليت ولا عصوم ولا الزكاة ولا الحج ثم يغيو الدين ما الفريضة إما النوافل وش كنا شيء تكيت النوافل بلي تقرص ربي تبارك وتعالى كي يختي حب ربي تبارك وتعالى كي يختي وافق كي غسلو لي التيني غير غير لي يحب ربي ولا ليش كشوفو شمس غير لي بلا غير لي يحب ربي ولا يستفيدي بلا غير لي يحب ربي تبارك وتعالى أو غي كنا يوفى أي مغيان بعد خمسة الصلوات تم سلوقت يغيو في الجماعة هانت تباري فوكين هانت السنة ظليت الجماعة يشوف تظليتيان 27 درجة وانا يزولن اي شكر بيت الحسنت وانا يزولن الامام هانا لا شكر بيت بارك وتلا 20 زات او انا يون غير التفوناس السوق في ناس يستر ريالت يلي ما رداش قدي فيك 20 زات من ولا يفضل بلا شكل يفضل 20 زات ما زيو فاني كلا نتزهد ما سلم على ربي تبارك وتعالى ادنت لي الامام مسجدا ني غير المسمع عند مسجدا تفت انت مغارت ني غير قاز سوا دارس ني خني سني نوافل تما غد نوافل تاج الفرائض ني عرقش مش فريض ني غتقول وقت الزور الصباح غساد النوافل تيقن اي مغيان شو مش كنا ملوفا هان غي كنا يقى رمضان كلي تقوش قواس واني مغن رمضان يفالكي هان رمضان هان سقوانس كلي فالكي هم كلي قلت يانا اني عدو رمضانا نيزن تدسي قرانا شكولي السين مناكو ايكي مرعا منز اي ضرب ربي تبارك وتعالى اي خاتم ربي افلس يختم بسلمان دي سلام انما الاعمال بخواتمها هو كده يقول معنا لغين النبي صلى الله عليه وسلم وان يقوم نوافل رمضان هان آلش الطفار بتبارك وتعالى جميعا ذنوب الناس وخصوصا نوافل نعشية مدلي بهر القرانين هان النبي صلى الله عليه وسلم أريد ظل إلا غير ظل مستركعات إلا غير ظل سات إلا غير ظل تسعة إلا غير ظل 11 إلا غير ظل 13 إلا غير ظل 8 زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليلة تمون مدنا ما سنت مسجد وين في التراوح كانت نتيدي شقرانا فلاش تمون في التراوح سيدنا عمر باش اي صنه ذكرى كرا لكن قال المقصود اي صنه ذكرى كرا كرا اما النوافل ويلي ما جيش يوفن اتنتي تظليان اما يغو كان السي انتي مسجدة اي ستعمر يوفن تانا يفير الزلط جمينس والنوافل كان ولكن يغو تعمر مسجدة زون الجماعة ولا انتاش كان لو عمرت مسجدة هن وانا عمرت مسجدة هاتينا الكلوت ولا زون الجماعة كله او ادعي وفق ربي ادعي رحم ربي
ربي هذا نتقول لعذر ربي هذا وفق ربي عشية لدوشين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.